إذا تكلمنا عن الليست بنيجي لموضوع التوبل. التوبل مثل ما تكلمنا سابقا، تعرف التوبل هي مجموعة مرتبة وغير قابلة للتغيير بالبايثون. توبل تنكتب عن طريق الراوند براكتس، يعني هاي الراوند براكتس، إذا بنلاحظ هون راوند براكتس. الوصول لعناصر التوبل عن طريق الريفرنج اندكس نمبر، يعني عن طريق إشارة للإندكس داخل سكوير براكت. يعني هو نفس الليست الاندكس تبعه، نفس العملية. بنقول له الاندكس واحد، يعني 01 البنانة راح يطبع لي بنانة. النيجاتيف اندكسينج نفس الشيء، بيبعد لي الاندكس من اخر عنصر، ناقص واحد راح يطبع لي بنانا. الرينج اندكسينج كمان بيحدد لي الرينج من الاندكس من قيمة معينة لقيمة معينة، مثل ما تكلمنا بالليست نفس الموضوع. إذن هون راح يطبع لي من 2 إلى 5، يعني 0 و 1 و 2، 5 مش داخلة. هون ملاحظة البحث بيبدأ بالاثنين included متضمنة، بينتهي بالخمسة مش متضمنة. ذكرنا أول عنصر بيبدأ من الاندكس 0. كمان الرينج للنيجاتيف اندكسز كمان نفس العملية، ببلش لي عد من آخر عنصر. إذا بدي أغير قيمة التوبل، لما ينشأ التوبل ما بتقدرش تغير قيمته، unchangeable او mutable مثل ما سمينا، لكن تقدر تلف عن الموضوع، تستخدم convert tuple into a list, change the list and convert list back into tuple. يعني بتحول التوبل للليست، بعدين بتغير بالليست بترجع الليست للtuple. اذن هون بنحول التوبل لليست، بعدين بنغير بالليست، بعدين من نرجع الليست للتوبل ونطبع الليست، نطبع التوبل، وبالتالي احنا غيرنا بالتوبل. هنا بالبنانة كيوي غير لي البنانة لكيوي، بعدين نرجع لي على توبل، رجع لي على توبل. لوب ثرو التوبل هي عبارة عن تستخدم نفس الشيء فور لوب. فور لوب ملاحظ هون كمان مثل ما تكلمنا سابقا ان الاندنت مهمة بالفور لوب. هاي نقطتين شغل لي فعلا، اخذ لي العناصر. هون بدي اشيك هل العنصر موجود ولا لا، نفس الشيء الان كيورد. كلمة الان هي اللي بتعبر لي اذا كان موجود ولا لا. إذا كان موجود طبعا نعم، إذا نفس موضوع الليست تماما. توبل لينث طول التوبل كمان نفس الفونكشن هي لين، راح يرجع لي القيمة 3. لو قلت له نفذ رجع لي 3. كمان عندي الاد ايتمز هون، لا مثل ما تقول قلنا انه توبل بس ينشئ ما تقدر تغير فيه شيء، توبل ان تشينجبل يعطيني ايرور لما اضيف له اي شيء جديد. هون عندي قلت له نفذ يعطيني ايرور. ليش الايرور؟ لانه توبل، توبل اميوتبل يعني غير قابل للتغيير، does not support item assignment. create tuple with one item، يعني tuple بعنصر واحد. تقدر تستخدم الكوما بعد الايتم،
حتى بالبايثون ما بيستوعب الفاريبل كتوبل. يعني هون قلت له نفذ لي الكلاس الاولاني توبل، الكلاس الثاني سترينج مش توبل. طيب شو فرق بين الاولاني والثاني؟ نفس العمليه بس هون شو الفاصله هاي. لو شلت الفاصله العنصر الواحد ما بيعتبره توبل، بيعتبره سترينج حتى لو كان العناصر القوس دائري. إذا بدي أحذف عنصر ما بتقدر تحذف عنصر والتوبل. توبل unchangeable، you cannot change but can delete توبل completely. بتقدر تحذف التوبل كلها كاملة عن طريق delete function. إذا لو نفذنا راح يقول لي توبل مش موجودة لأنه حذفها. إذا بدي أدمج تنتين توبل نفس العملية عن طريق الـ concatenation operator plus operator، لو قلت له نفذ لي دمج لي الثنتين بتوبل جديد. توبل constructor كمان اللي هي عبارة عن بحول لي لتوبل not double round brackets. هون توبل فانكشن، هون واحدة بس حول اياها لتوبل. هي اساسا مش توبل. كمان عندي توبل فانكشنز او الميثودز، في عندي ثنتين مشهورات بتقدر تستخدمهم ان الكاونت والاندكس. كاونت برجع لي عدد العناصر، العدد تكرار العنصر معين حدث بالتوبل، والاندكس بيبحث لي بالتوبل لقيمة معينة وبرجع لي موقع هاي القيمة إذا لقاها. إذن هاي التوبلز.